للحديث مشاهدينا عن إعلان باكستان قصف جنوب طهران رداً على القصف الإيراني يوم الثلاثاء الماضي على أراضيها، وعن دلالات ذلك معنا من لندن الكاتب السياسي طاهر الأحوازي. مرحباً بك أستاذ طاهر معنا. إذن أستاذ طاهر، أهلاً بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلاً بكم أستاذ طاهر. برأيكم هل كانت تتوقع إيران هذا الرد الباكستاني؟ هل كانت هذه الغارات الباكستانية مفاجئة لطهران؟ لا بالتأكيد، يعني مع الأسف النظام الإيراني كان وما زال يتمادى على دولنا بالوطن العربي حقيقة، العراق، سوريا، اليمن وغيره، ويعني الكل الآن يشهد الفوضى والدمار وحقيقة إسقاط، مع كل تقديرنا يعني لشعوبنا هناك، يعني إسقاط السيادة من هذه الدول، ولم يحصل على أي رد حقيقة في كل إجرامه الذي قام به خلال أكثر من 40 عام. وبالتأكيد يعني ما حصل من باكستان الرد الصاعق حقيقة على النظام الإيراني ما كان يتوقع حتى بالحلم يعني. وهذا ما اليوم أصبح العالم كله يشيد بحكومة باكستان والدولة الباكستانية لموقفها الصلب لمواجهة إرهاب إيران وأساليبه الذي بها يعني تخطى كل حدود القوانين الدولية، ومنها حسن الجوار وأيضا حماية أمن البلدان المجاورة بشكل عام. هل تتوقع يعني بالفعل أن يكون هناك ردا من إيران، ولا سيما كما تعلمون أن الجيش الباكستاني لوح بمزيد من الضربات إذا ما وصفه إذا تهورت إيران بهذه الصيغة يعني؟ لا أتصور. طبعا النظام الإيراني بالعملية التي قام بها، وهي حقيقة عملية خزي وعار بوجه النظام الإيراني حقيقة، يعني قتل الأطفال وقتل النساء، يعني ليس في قصفه الأخير في على الأراضي الباكستانية، وهي تعتبر يعني تجاوز يتخطى كل القوانين والأعراف الدولية وحتى الأعراف السماوية. أتصور النظام الإيراني هذا القصف الذي حصل هي كان هروب إلى الأمام، أن النظام الإيراني ناهيكم عن الموقف الدولي الآن وزعزعة الأمن بالمنطقة، وهذا شيء رفضته كل الأعراف الدولية. أيضا الخسائر الفادحة التي حصلت بميليشياته أو حتى في قادته مباشرة، وحتى الفلتان الموجود والظروف السياسية والمزعزعة حقيقة الاقتصادية وغيرها، كان النظام الإيراني بافتعال هذه حقيقة الجرائم والقصف إن كان على أراضي باكستان أو حتى على أراضي العراق الشقيق وسوريا، كانت حقيقة الهروب إلى الأمام حتى يغير وحدة من عتهم أو يعني الأنظار من فشله الضريع لإدارة صراع ميليشياته القائمة كانت في بحر الأحمر وحتى على أراضي غزة، وأيضا الظروف الداخلية الأمنية التي أصبحت يعني تتتالى عليه الضربات، إن كان في ما حصل لقاتل العسكريين أو حتى الفشل الضريع في خطته حول ما حصل في كرمان حقيقة. وهنا كل المؤشرات تشير أنه أساساً ما حصل في كرمان هي عملية مخطط لها سابقاً، وكثير من الشواهد موجودة. فأتصور النظام الإيراني لا يتجسر ولا يتجاسر مرة ثانية، خاصة أن الموقف الباكستاني السريع والصارم وداخل عمق إيران أكثر من 50 كيلومتر، ولم ترد أي ردة فعل كانت من قوات النظام الإيراني تجاه الغارات الباكستانية، دليل واضح أن النظام الإيراني ناهيكم عن إرسال رسائل لميليشياته أنه قادر ويعمل ممكن كل شيء، ولكن بالمقابل رأى الرد الصاعق الذي وجهت له باكستان. والآن باكستان يعني عبر عدة مسؤولين عسكريين وأمنيين وحتى سياسيين
اتجاه النظام الإيراني أن لا يتمادى ولا يقوم بأي عمل أرعن من الممكن أن يفتح جبهة جديدة الذي ستنتهي ليس النظام فقط بل حتى في عموم ما تسمى دولة إيران المصطنعة. يعني لو عملنا مقارنة سطاهر بين باكستان والعراق، يعني عدم وجود رد من العراق على هذه التجاوزات والانتهاكات المستمرة منذ عام 2003 وحتى الآن، إلى أي مدى أسهم في تكرار هذه الانتهاكات وآخرها ما حدث كما تعلمون في قصف أربيل مؤخرا؟ وأيضا في التوازي مع ذلك، ماذا بعد هذا الرد الباكستاني؟ هل سيغير لنقل شكل تغيير موازين القوى إقليميا؟ بالتأكيد، يعني أولا طبعا علينا أن يعني نرسل برسائل عتب أو محاسبة يعني بالنسبة لمن يقود العراق حقيقة بعد كل هذه الانتهاكات والمعروف للدول والحكومات حول حفظ الأمن وحفظ السيادة لبلدانها، ولكن مع الأسف الشديد بعد 2003 نحن شاهدنا يعني أن كل ما يدار مع الأسف، وهذا ما يؤسفنا حقيقة عندما نتحدث عن العراق، يكون القرار السياسي والقرار العسكري والأمني والاقتصادي وكل الحياة اليومية للمواطن العراقي أصبحت يعني ليس من يقوده عراقي حقيقة، وهذا يعني هي نقطة الجوهرية لحد الآن النظام الإيراني يتمادى ليس فقط على العراق الشقيق بل حتى على الأقطار الأخرى العربية، وهذا حقيقة النقطة الجوهرية الذي عليهم إذا كانوا يحتبرون أنهم قادة الدول ويحترمون سيادة أوطانهم ويفكرون بأمن شعوبهم، عليهم أن يتخذون نفس الخطوة التي أخذتها باكستان. يعني حقيقة ما يحصل من يعني إسقاط السيادة على أرض العراق حقيقة ليس مقبولا، ليس فقط من يعني الشعوب أو الشعب العراقي برمته بل حتى من قبل الشعوب العربية والعالم، أنه كل دولة وكل حكومة ولكل يعني بلد له سيادته له حرمته، وهذا ما نقض في فترة مجيء هذه يعني القيادات حقيقة، الذي نحن جميعا نعلم أنه من يقود العراق هو السفير الإيراني في بغداد وكل مؤسساته مع الأسف، وهذا ما أخر الموقف الصلب اتجاه إيران بكل تعدياته اتجاه العراق الشقيق. بالتأكيد بالنسبة لما سيمضي مستقبلا حول العلاقات الدولية وحتى الموقف وتغيير الاستراتيجيات بالنسبة للقدرة الدولية، بالتأكيد نحن لا في مجال يعني لتقارب القوى العسكرية وحتى الأمنية في باكستان والنظام الإيراني. النظام الإيراني بكل مقدراته العسكرية والأمنية أتصور مقابل باكستان هو حتى إذا نريد أن نعد أنواع التسليح وأيضا المكانة لباكستان وأمنها خلال هذه الفترة الطويلة، أتصور رائحة ستكون هناك تغييرات جذرية بالنسبة للتحالفات الدولية وخاصة في الإقليم. وبالمقابل نرى أنه إيران حقيقة علينا أن نشاهد، والمتابعين الكثير منهم يعلم اليوم ليس لديه أي صديق في الإقليم يعني دول الجوار، وإن كانت الحكومات التي أعتذر منك يا أستاذ طاهر لنفاد الوقت. طاهر الأحوازي الكاتب السياسي الأحوازي من لندن، شكرا جزيلا لك.